الباقي سعيد صباحكم، صباح النور، صباح الورد. بونجور تو الموند، جود مورنينغ، بونجورنو ازول. اودي اليوم للاجابه عن الاسئله، مش كل الاسئله اكيد، الاسئله الموجوده على اوديو علامات انتهاء الحب. قبل ذلك ساتحدث عن البوابه الطاقيه بسرعه. انا في قناتي بالنسبه للجدد اللي ما يعرفوش حطيت اوديو صغير ولكنه مهم، الا وهو قانون الجذب وتطبيقه بالصورة الكتابية البسيطة للأشخاص أو للناس الذين لا يستطيعون التخيل. الناس اللي قدرتهم على التخيل ضعيفة أو صعبة فيكم تستخدموا الطريقة اللي هتتعلكم، هي طريقة ناجعة جدا. بوابة طاقية 8/8/2021 تسمى بوابة الأسد، هي بوابة تحكمها طاقة الشمس، فمن الأفضل أنكم تكتبون وياكم بصباح، يعني مع شروق الشمس مش مع الغروب ومش في الليل أكيد، لأنه الطاقة القمرية للأيام قليلة. فنفس الطريقة اللي أعطيتها لكم، تجمع العناصر الأربعة، العناصر الطبيعية الأربعة، وتكتبون وياكم. يعني ممكن تروحوا حتى الثمانية نوايا. لاحظوا البوابة هذه تفتحت يوم 26 يوليو، يعني 26 جويه، هي مش اليوم، يعني تفتحت مش البارح، قصدي البارح ولا اليوم، البارح، لا مش البارح، فتحت يوم 26 جولاي وستستمر إلى غاية 16 أوت. يعني عندكم 8 أيام في يدكم حتى تكتبوا نواياكم وتحطوهم في مكان. إذا كتبتوها نفرضوا البارح أو اليوم، فأنا أفضل أنكم تخرجوها أو تتخلصوا منها في مكان مورد، في مكان فيه رزق حيوي مثل المكان اللي فيه النباتات. ترموها يوم 16، يعني تخرجوا الأماني وتحرقوها وترموا الرماد في حديقة مثلاً، أو حتى تدفنوا الأوراق في حديقة يتوكي. المهم ترموها في مكان فيه وفرة، فيه حياة. هذه البوابة ترمز إلى الوفرة، هي أقوى بوابة لجلب المال والصحة، الثراء، يعني كل ما هو وفرة. فأي وحدة مثلا تحب تحمل مثلا، فمن الجيد أنها تكتب نواياها هذه الأيام. أي واحدة تحب تغير وظيفتها أو يكون عندها وظيفة أعلى وما شابه، فمن الجميل كذلك أنك تكتبي نواياك هذه الأيام من اليوم أو من البارح، من 8 حتى 16 أوت أكيد. المرة الماضية لما عملت أوديو علاقات لما عملت الأوديو حول علامات انتهاء الحب كان نحرق عمدي وحدة الكيبل. كان انحرق كيبل في راسي. لماذا؟ لأنه أنا كنت من المفروض أوصل الفهم أو أوصل الأوديو، الفكرة الأولى بالفكرة الثانية. الفكرة الأولى اللي هي انتهاء الحب الكيميائي وعلاماته أكيد، انقطاع الشاكرات مثل ما قلت لكم، أوصلها بفكرة الثورة الاجتماعية أو الثورات الاجتماعية، لأنه مثل ما تعرفوا كل مظاهر الحب الإنساني عندها علاقة وطيدة بمظاهر المجتمع. فلا أدري ما الذي حصل، ولكن في نهاية الأمر الأوديو كان طويل وما قدرتش نعمل كونكشن مع الفكرة الثانية، وعقلي قطع، يعني قطع وقف عن الفكرة الأولى. طيب الفكرة هذه فينا المو، بما أنكم متصلين معي بما أنكم متصلين بطاقتي وبعقلي، كتبت عليها راغدة XO وأضافت لها تعقيب آخر يعني شبيه مدام لا مش بسمة انتي أظن اللي وعدتك بالأوديو، رح نعمل لك أوديو مش بسمة، فاطمة
فاطمة عصام. الفكرتين متجانستين ولكن التعبير عنهما مختلف، ألا وهو الحب الذكوري، الحب بالطاقة الذكورية، سواء عند المرأة ولا عند الرجل. لاحظوا أنا لا أفصل بين الجنسين، كلمة الذكورة هنا ما نقصدش بها الرجل، نقصد بها الجنسين. ولا تذكروا لما عملت لكم الأوديو حول تكون الأجناس، وراح نكملوا دابا، راح نكملوا بعد الكبسولة صغيرة غدا إن شاء الله، حتى نقول لكم من هو المسؤول عن تحديد الجنس، من هو المسؤول أن يكون عندكم بنت ولا ولد. لما تذكروا إذا تذكروا لما عملت لكم هذا الأوديو كنت كلمتكم على أعطيت لكم فكرة بلوتو على أن الجنس واحد، طاقة واحدة، طاقة الحياة واحدة، والكيمياء تستوستيرون والبروجستيرون، هي التستوستيرون بالضبط مش البروجستيرون. البروجستيرون هو يعني هرمون ثانوي، هو الهرمون الموجود على المرأة. التستوستيرون هي اللي تجعل من الرجال رجال، ولكن الجنس الأول الموجود هو المرأة. وفي الكبسولة الجاية رح نشرح لكم كيف أن البويضة هي التي تختار أنها تكون أنثى ولا تكون رجل. غريب سر هذه البويضة. شفتوا جمالها وأناقتها في أوديو لميغاكل دلافي، هذيك هي اللي تتحكم في الجنس، البويضة الأنثوية هي اللي تتحكم، هي اللي تقول أريد ذكرا أو أريد بنتا. طيب وين وصلت؟ قلت راح نتحدث اليوم على طاقة الحب الذكوري. سيكواسا طاقة الحب الذكوري هذه هي طاقة ظهرت وانتشرت بعد الثورات الصناعية، وبعد ما بدأت المرأة تقريبا، لما نذكر كل علماء الاجتماع أهمهم بدأت إيميل دوركيم، ونقدر نأخذ حتى كذلك الفلاسفة الوجوديين اللي ساهموا كثيرا في نشر الوعي. بالنسبة نعرف أنه الكثير من الناس يكفروهم ويعتبرهم كفرة، it's okay، أنا ما يهمونيش هذا النوع من البشر. جان بول سارتر مثلا وكارل ريد كانوا من ضمن الناس أو من ضمن الفلاسفة اللي أسسوا لفكرة الجنس، مش التساوي، ما نقصدش التساوي، لاحظوا فكرة التساوي بين الرجل والمرأة، لا نقصد الجنس الحر، بمعنى هم اللي فكروا أو هم الأوائل اللي فكروا في الحرية الجنسية، ولكن هم كفلاسفة وضعوها في إطار معين، إطار علمي وإطار فلسفي. أما الصناعيين اللي جاو لزوم غيش أو الرجال ذوي المال، ذو المال والأعمال، لأنهم يمولون ويعملون في الوعي البشري، هم يمولوا أقوى القطاعات في أعظم الدول وأعظم الماركات كذلك في أعظم الدول، وفي نفس الوقت يتحكموا فينا، يتحكموا في عقولنا، يتحكموا في وعينا. وهذا اللي رجع ما بعد، رجع المرأة عبارة عن بضاعة اللي تعرض لبيع منتوج ما، يعني أي منتوج تحبي تبيعيه أو تحب تبيعه لازم تاخذ فيه امرأة لعرض هذا المنتوج، سواء لتسويق المنتوج أو لبيعه. النساء هم أكثر المستهلكات مثلا، كل المواد بسرعة، من المواد العطرية، المواد التجميلية، الملابس، الأحذية، كل شيء، حتى الأغذية المرأة تستهلك كذلك أكثر من الرجال. فقلت شو اللي حصل؟ أنه صار عندنا واحدة طاقة وضع فيها الرجل كعامل أول نقدر نقول في الحب، والمرأة كعامل ثاني أو كعامل ثانوي. والحقيقة كذلك حتى الإحصاء الاجتماعي يساند هذا الرجال الأعمال هذا. لماذا؟ لأنه في نهاية الأمر عدد النساء في العالم أكبر يعني من عدد الرجال، فأصبح متاح للرجل
أن يكون عنده العديد من الشركاء أو العديد من الشركات في نفس الوقت بسبب التربية الذكورية الموجودة في كل المجتمعات على اختلاف درجات وعيها وعلى اختلاف يعني نمط نموها. يعني المجتمعات النامية، المجتمعات المتخلفة، وحتى المجتمعات المتقدمة في 3 درجات كلهم عندهم تربية ذكورية، وين الذكر عنده نظرة أعلى أو نظرة علوية للمرأة، يعني ينظر لها دائما على أساس أنها ذلك العامل أو ذلك العنصر الذي يمكن تغييره، يعني يمكن تبديله في أي وقت. توقفت موسيقاي. فهذا الشيء اللي حصل، الشيء اللي حصل الآن أنه صار عندي نساء بطاقة يانج. كل النسوة اللي حاولوا أو يحاولون بلوغ نوع من الذكاء العاطفي أو نوع من الذكاء الإنساني بوسائلهم هم، وتناسوا تماما أنوثتهم وطاقتهم الأنثوية، وهم في الغالب نساء، وقعنا ضحية لهذا التربية الذكورية، وقعنا ضحية لهذا المجتمع الذكوري. فصار عندي الآن معظم النساء الآن المتعلقات، يعني لما نقول متعلقة بهذا النمط، يعني معظم النساء المتعلقات بهذا النمط الاجتماعي صاروا للأسف الشديد ما يعني ما يتشافوش، ما في حتى وسيلة تخرجهم من هذا التعلق المرضي بالرجل، لأنهم ينظروا ليه ك مثل أعلى. ممكن إذا كانت الكلمة صحيحة the idol of the love بين قوسين، يعني لا يمكن للمرأة مثلا أن تشعر باكتفاء ذاتي أو أن تعيش كل أنواع الحب الموجودة في الحياة، لا يمكنها أن تكون بكل بساطة امرأة إلا إذا تعرضت إلا إذا كانت موضوع إطراء أو موضوع إغراء أو موضوع أنوثة بالنسبة لرجل ما. وهذا مش صحيح، يعني هذه النظرية بحد ذاتها مش صحيحة. سبب كما قلت لكم، سبب وجودها هو الثورات الاجتماعية اللي حصلت في أوائل القرن، وللأسف الشديد مثل ما كان عندها نتائجها الإيجابية للمجتمع، من بين النتائج السلبية اللي صارت عندنا أنه اليوم للأسف الشديد صارت الكثير من النساء الاثنين، يعني لما نقول النساء احنا أنا لا أستثني مثلا النساء ذوات الطاقليين، لا أبدا، يعني أصبح عندنا مونتال أو عقل أو إيجو اجتماعي يحبذ دائما أو يفضل دائما المرأة اللي عندها نوع من القبول داخل الوسط الذكوري، ويرفض المرأة اللي عندها رفض للوسط الذكوري أو رفض داخل الوسط الذكوري. أتمنى فكرتي توصل. هو التعقيد جاب تعقيد، الأوديو هذاك عقدت لكم. أنا سعيدة أنكم كتبتوا لي أنه كان واضح، لأنه نحسيت أنه عقدت شوية، لكن أنتم كتبتوا لي في المعظم أنه كان واضح. فإذا مثل ما قلت الآن، لا داعي أبدا لأن تشعر أي واحدة منكم بالإهانة أو بالتقهقر على جميع الأصعدة، الوعي على تقهقر في الوعي أو في نمط الحياة أو أي شيء من أجل ذكر ما أو من أجل رجل ما. وهذا دباغ الكلام اللي قلته XO، قلت لكم تحدثت عن ما أقوله الآن اللي هو السيطرة الذكورية في عالمنا اليوم. يعني المشاعر صارت رقمية، فصار الرجل يقابله مثلا 4 5 6 أو حتى 7. ما الذي ينتج؟ ينتج عن ذلك أنه علاقات الحب لا تثمر، يعني
رجل عنده رجل طاقته غير متواصلة، غير موصولة بشريكته، مشتت، عنده طاقة ولكن هو مش مركز طاقته على المرأة التي يحب. يعني عنده طاقة مشتتة، فيها الكثير من الشركات، فيها الكثير من الطاقات العقلية الصغيرة نقوله. فيؤدي ذلك للأسف إلى تبعثر الطاقة. ما أنتم إذا تذكروا قلت لكم أنه طرق الطاقة باينة واضحة في الكون، فلما يصير هناك حبل أثيري بين رجل وامرأة ما، فالحبل الأثيري هذاك لازم يتغذى، واحد منهم لازم يغذيه ولا ينقطع. ولما نقول ينقطع يعني تخف ذبذباته، ما يروحش تماما ولكن تخف ذبذباته. حتى ما تدخلوليش العلاقات الروحية، راني هنا راني نتحدث على العلاقات الاجتماعية، العلاقات الكيميائية. اوكي، فإذا قلت واحد من طرفين ما غذاش هذا الحبل، الحبل سيتلاشى. فشي اللي يحصل؟ أن الرجل بمقتضى علاقاته المتعددة راح تتشتت طاقته، فما يقدرش يوصل لشريكته، وهنا يفتحوا مجال أو يفتحوا باب لتدخل الإيجو والعقل. ما الحب، ما هو قلت لكم، هو طاقة تصدر من شاكرة القلب. فإذا الشاكرة هذه انغلقت أو كانت مش مفعلة، فما يقدرش الإنسان ما يقدرش يعيش ما يقدرش يعيش أو يعتني بعلاقة، ما عندوش أسيد إنرجي، طاقته العقلية مشتتة على شركاته وعلى العمل وعلى أسرته وعلى مسؤولياته الاجتماعية أنسي دو سويت، فما عندهش أسيد إنرجي، ما تبقالوش طاقة كافية اللي ينشط بها شاكرا القلب أو اللي ينشط بها علاقته، يجدد بها علاقته ويحط فيها محفز. فاهميني؟ وهذا الكلام دابا كيما قلت لكم اللي قالت له رغداء قالت حينما أقرأ الكلمات عن سيطرة تحكم الرجل، سواء كان الكلام من زوجته أو من حبيبتي، أحمد الله على ما أنا فيه. الحمد لله. فعلا الحب هو الحرية، وهذا الشيء اللي قصدته لما قلت لكم عن مقولة هيجل، الحب هو الحرية. الشطر الثاني هو اللي اضافته فاطمة عصام، لما قالت وإذا كان، هنا تسأل فاطمة لأنه عندها افتراض، قالت إذا كان الجنس يتحسن مع الوقت والتبادل العاطفي أصبح أقل، التبادل العاطفي أصبح أقل. لماذا أصبح أقل؟ لأنه عوضه طاقة روحية أعلى. ما أنت كل ما يزيد التواصل الروحي عندك مع شريكك راح يقل تبادل المنافسة، بزون دو بارلي، ما تحتاجوش انكم تتكلموا كثيرا، لانه في تواصل اعلى من تواصل عبر شاكرة الضفيرة الشمسية، في تواصل بواسطة العين الثالثة، في تواصل بواسطة شاكرة التاج، في تواصل روحي اقوى. يعني دابور انت قلتيها، قلتي التبادل العاطفي اصبح اقل ولكنه اعمق واكثر نضوجا. ما هذه هي النتيجة، كل ما زاد وعيك، وعي شريكك، كل ما زاد التبادل كان أكثر نضوجا أكيد، وأكثر سلاسة، أكثر مرونة، وكان الحب أقل ألما. دائما نذكركم، رجعوا اسمعوا أوديوهاتي الحب من دون ألم، خصوصا قالت فاطمة، خصوصا منذ بدأت رحلة التشافي، والحديث أصبح أكثر وضوح ووعي، ولكن أصبحت أشعر أنني أستطيع أن أعيش فترات وأنا بعيدة عنه. وهذا يحدث بالفعل كثيرا، كثير ببتعد وما نتكلمش، حتى بالتليفون هو بيوحشني بس مش بحس إني حموت عليه زي أول العلاقة، مش بحس بنفس اللهفة. اكتفائك بذاتك، صعود وعيك هو اللي يجعلك، أو هو اللي يجعل لهفتك تقل نحو شريكك، هذا طبيعي لأنه فيه طاقة روحية أنت تبادليها معه وهي أقوى من تبادل عاطفي، ولذلك تشعري بأنك مبسوطة وأنك ممكن تعيشي بوحدك إلى آخره. هذا هو الهدف اللي دايما أنشده من خلال أوديوهاتي، أنكم توصلوا أنكم تحبوا حب بالفرح، حب من دون ألم، حب في البهجة، في السعادة، في إيجابية.
وقالت لكن الإيجابي أنه من أول علاقتنا وأنا وهو في تغيير مستمر رغم الصدمات والألم، ويمكن ده السبب أن علاقتنا ما فيهاش مثل آه لا ما فيهاش ملل رغم خيبات الأمل. إحنا متجوزين، شفت المصري. إحنا متزوجين، بس دايما بحس ان علاقتنا لا تشبه علاقات المتزوجين حولي، فيها بعد وقرب كثيرا وتغيير مستمر، خصوصا بعد ما بدأت رحلة التشافي. شكل علاقتنا من الخارج غامض وغريب للناس، ودايما ما حدش يفهمها. انا متأكدة ان في رابط روحي حقيقي ما بيننا، بس كثير بحتار في العلاقة ومش بفهمها. العلاقة اللي انت عايشتها حبيبتي هي علاقة كارمية، ولكن علاقة كارمية إيجابية. لماذا؟ لأنك إنسانة واعية وشريكك واعي، وأنتم في أنتم الاثنين على طريقكم للوعي. أنت مسارك 11 أعتقد، يا مسارك 11، لا أنت مسارك 33، أنت قائدة روحية، you are master يعني، وهو مساره 11. مسار 11 قلت لكم عنده مشكلة مع العصبية، فإذا كل ما تجي سبوتات العصبية وسبوتات السلبية يتوقف شوية في تشافيه أو في رحلته نحو الوعي، ومن بعد يعود يرجع. مسار 11 كذلك مسار جيد يعني. أنتم الاثنين طاقتكم الروحانية عالية، لذلك التواصل الروحي موجود بينكم باستمرار ولا ينقطع. قلة التبادل العاطفي لا ينبغي أبدا أن تقلقك لأنها لا تهم. الحبل الأثير الموجود بينكم أهم بكثير. الناس اللي يشوفوا علاقتكم غامضة وغريبة ما يهمش، كي زي نافع. يروحوا وين يحبوا يروحوا، مش منقولش كلمة جهنم. الناس ما يهموكش، انتي تتونفو، المهم ان علاقتك انتي وياها علاقة جيدة وهي في تحسن باستمرار. اما سؤالك الاول فيما يخص غياب اللهفة وغياب الشوق اليه، فهذا الطبيعي، كل الناس الواعية ما عندهاش حب فيها ألم، ما عندهاش في حب فيه شوق. أكيد الشوق موجود، ولكن شوق لا أدري كيف يمكن وصفه. هو شوق جميل، هو شوق حبيب لحبيبي، ولكن هو ليس شوق متألم لجلاده. ليس شوق ضحية لجلادها. فأنت you're nice، ياك فاطمة أنت مليحة، أنت مليحة، كملي خدمي دايما دايما على وعيك، دايما بقاي في هذا الوعي المراقب اللي راكي عليه اليوم. واذا شفتي زوجك بحكم انه مسار 11، اذا شفتي يدخل في حاله عصبيه وفي حاله عزل عاطفي، حاولي ترجعيه للدنيا، ما تخليش يبقى بعيد كثيرا يعني، طويلا يعني في المده، يوم يومين اتساكي، ما تخليش يعدي يومين 48 ساعه، عاودي رجعيه للجنس، للحياه، للشوق، للرغبه، الى اخره. تحياتي لكم، سلام.